بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يا من لا إله غيره، يا من أتاني دول سهل الخير، سلي وسلي وتبارك سرمدا على الذي سميته محمدا والي وسبي والأنبياء واذكرت المقدمات ربيا وهو الذي سميته بالبدء يا من قبلت بسماك بدئي. يا الله يا من لا إله غيره، يا من أتاني دون دير خيره، سلي وسلي وتبارك أبدا على الذي تقديمه من كبدا وهو الذي سميت بالبهاء والآل وسبب بالانتهاء وكن معيزني بحق الحسبلة وانذر علي بركات البسملة وسل يا رحمن ولتسلمي على النبي حبيب كل مسلم وهو الذي سمعته مضيء والآل وسبي ومن يضيء وانذر علي بركات الفاتحة وجل قلامي خير باب فاتحة وسل يا رحيم ولتسلم على الذي بي كسفت الظلم وولدي جمعت بالدياء والآل وتبيز الحي وانظر على بركات البقر يا من يوجه لغيره صغرا وغيرا من كل باب النار والخزي والخسران والشنار وسل يا ملك ولتسلمي على الذي بصرته بقلمي وهو الذي سميته بالملجئ والآل والأساب واذكر اللجئ وانظر على بركات آلي عمران في الحال وفي المآل بغير عبج وغير كدري يا ذا الخداء والورع والخدري وسل يا قدوس بالتسليم على النبي مدينة العلوم وهو الذي سميت بالشفاء والآل وسب ذوي الوفاء ولي بزارة النساء كونك لي في الصبح والمساء وبركات الليل والنهار بلا تغرد ولا انتهار وعصمة من الأذى ولتذكري هذا النظام ولتنور فكري وسل يا سلام ولتسلمي على الذي بي فككت ولمي وهو المسمى صاحب ردائي والآل وسب المزيل الدائي وانظر على بركات المائدة وجل حاتي يا سكور فائدة وجل يا مؤمن بالتسليم على نبي العز التعليم وهو المسمى صاحب اللواء والآل وسب على السواي ولي بشورة إنعامي كونك لي بالجود والإنعام ولي بشورة الأنعام كونك لي بالجود والإنعام وسل بتذيم يا مهيمن على الذي بعد الدهاء يهيمن وسل بتهديم يا مهيمن على الذي بعد الدعاء يهيمن ووسائم الأنبياء أي رئيس جميع مؤمن غر رؤوس وآله وسبي والمؤمنين والمؤمنات يا حبيب المسلمين ولي يا خالد من الأشراف وغيرهم بسورة الأعراف واكتب لعبد الورى المختار مني من تدوم في استتاري وسل يا عزيز ولتسلم على الذي فاغ الكرام علما ووغتيب الأنبياء والآل وسبب في الحال وفي المآل ولي بسورة الأنفال فتحا مبشرا بلا إغفال وسل يا جبار بالسلام على الذي
ولا عيدا أو حوبا يا متكبر دواما سلي مسلما على المحب الخلي خاتم كل الأنبياء الطرا والآل وسبي وقل البرا وليهب بأق يونس المرام وليكن بلا أذن ولا انثرام وصل يا خالق ولتسلم على حبيبك الخليل العلم والآل والأسعب يا من يقري بلا تحرك ولا إجالة يا من بمكس قد محى مجالة ولي أبقي وجل كل ما منك أريد للجنان سلما وصل يا باري والتسلم على الذي علمته فعلما وهو المليء وهو المبرأ من العيوب وهو المجرؤ والي وسبي وليب بحق يوسف المنى بلا رهب صل وسلم يا موسى على الذي بيات الناس من قوى النور الذي لا يطفئ والآل وسبي وزر من يطفئ بصورة راج الأمان من الأعادي ومزقات الزمن وسل يا غفار والتسلم على الذي بشر من تعلم المصطفى والمجتبى المعلى والآل والأساب يا من حلى وهب لي التالف والتفيما واليمن في كل بإبراهيم وسل يا قهار والتسلم على الذي يجد جا بقلمي وسل يا قهار والتسلم على الذي يجد جا بقلمي المرتضى الأزكى المزكى الأتقى يا من بجاهي فتطرقى وفض بذكر وكسر أجري في الحال والآتي بحق الحجري وسل يا وهاب والتسلم على الذي ساغ لغيري ألما بك جزاء منك يا كريم ومنه وسكر بي أروم العرض الأثقل أزكى الأحلام يا من وداه هاديا وأعلى العرض الأسخى ذكي الأعلى يا من هداه هاديا وأعلى الحروة الوسخى ذكي الأحلى يا من هداه هاديا وعلا ولا يتب باقين أليم يا شبا من جالبات المالي وابسا نزام يا رب البشر لسيد البشر عبد المزر وجل مفتاح الخير والمرام وخير أجر واردا بلا انترام وسل يا رزاق والتسلم على الذي به يقود الحلم إلى سراج المستقيم قودا يزود كل ذي نفور سودا وهو الحبيب طيب الأجيب زيجنا نلقاه والنسيب والآل وسبي وبالإسراء هب لي كوني بسر كل رائي بلا إجالة ولا تزلزل ولا تغرب وجد بالنزل هب لي كون رزقي قائدا إلى خير الجنان سأمان وإلى واكتب لي الأجور والصفاء في كل شيء مكفي الجفاء وصل يا فتاه والتسلم على الذي كفيتني من سلما قبل بجاي وقتل الأمان وليسوى ينتهي ضيق الزمان وهو المنيب والقريب والرقيب وهو المجيب والمجاب والنقيب وآله وسبي وكل بسورة الكهف والنور كل وتلب تلب يا فتاو على الذي سمعت المفتاو المتجيب ندعو سايب والي غرك من يزايب وانجر علي بركات مريم وجل فيوضي مخجلات ديما
وصل يا عليم بالتسليم على الذي بعث بالتعليم وهو أبو الطيب والتبيب يا باقيا ينحله اللبيب والي وتبي وذكرى بحق طه لي وسكرى وهب لكل من تعلق بيا سعادة دائمة يا ربيا ولي مغفرة لم يسبقي لمثلها وليكن بعبقي واغفر لوالدي واغفر لجميع من بيتعلق بفضل يا سميع وارض عن سحب الكرام ثم عن ناظم هذا نظم ربي حيث عن واغفر لكل مؤمن ومؤمنا وقل لهم منا لشكر مدمنا واغفر لكل مسلم ومسلمة وهب لهم من بردا ومرحما واغفر لكل محسن ومحسنا ولهم أوص مزيد حسنا وتلا يا قابل والد سليمي على نبي ورسول سليمي أي زعيم القديم راكب النجيب يا من بي يقود لي خير عجيب والي وسهبه يا ربي وانظر علي بركات الأنبياء وسر مدى صلي عليهم بسلام في كل من وافقهم بلا ملام وجل بجاه العظيم ذا النظام لك أحب من عبادات عزام وسل يا عباس تولد سلم على نبي العربي العالمين وهو النجيب وهو المنتجب ومن نحت به لبشر النجب هو المعزب هو المنتخب والآل والسبي ومن ينتخب ولي بالحج دون زلزل منك المنى بخير آي منسل وسل يا خافد والتسلم على الذي به جلو تسلم أي كاذب الكرب رافع رتب يا من بي كوني خديم وكتب والي وسبي والمؤمنين وانظر على بركات المؤمنون وترى يا رافع والد سليم على الذي بي موت علمي بغير اثبات الله في ابدي كما موت جاربات الوبدي العربي سابق العرب وأفزع العربي أنفاس العرب والآل وسبب قنوري يا مائل أنكار والتسنيري والآل وسبب قنوري يا ماحي الإنكار والتسنيري وسل يا معز بالتسليم على الذي تفى بتهليمي وهو نجمك المنير ساقب وهو المهاقب النفيس العاقب والآل وسبي سوي الإيخان وليكن بحرمة الفرخان وسل يا مزل والتسلم على رسول الآي نور العلماء الكوكب الغالب والقطب المهاب الراغب المراغب الندب شهاب ولي بشعراء ما أريد يا من كفاني قبل قصد المريد وجل رافي فوق كل عملي صلح يا من يقود أملي وسل يا سميع يا بصير على الذي جعله نسور سيدنا محمد وسلم والآل والسب والزهزه الأمين بغير توجين إلي أبدا والتقني إلى الجنان كبدا وانظر علي بركات النمل بغير فتن والإجمع شملي وتكفني تنازعا وقدرا إلى جنان الخلد يا من قدرا وسل يا كم والد سلمي على النبي المنطق المسلمين والي وزبي وليهب بزورة القصص صارف رب
الى جواوت العازم البزر الى جنان الخلد يا رب البصر والدغنني بذكر انت ذكري ما قد مضى ولي نور فكري وصل لي عدل صلاه بسلام على الذي انيمها كل ملام زيد محمد والعالي وتعب بالعالي وفي المعالي ولي ابن القبود كل ما يسرني ما بقى سلمام ولي عداله في زيري وباتني وليجد بطائري وصلي على لطيف يا خبير على الذي جزاه كبير سيدنا محمد وسلم والآل والأسابنا في سلمي وانظر على بركات رومي نصرا به يكون ذات كريم بغير عافة وغير كدر يا ذا القضاء والورى والقدر ولي بلقمان أدم برورا في كل شيء وكفني الغرورا وصل يا حليم يا عظيم على الذي انقاد له تعظيم سيدنا محمد وسلم والآل والأساب واثر الظلم إلى سواء وتنوير كل وبالأمان وصفاء كل وانظر على بركات سجد يا قائدا إلى المجيد مجدا ولي بها وبالأحزاب عبادة تهلو بلا أحزاب وتغنينا عن جالبات الحلم بخير أعمال وخير علم وبمجاورة أهل الخير يا من كفانا كل حبي ضير وسل يا غفور يا شكور على الذي تقديمه مذكور سيدنا محمد وسلم والآل وسلم وكل مسلم وليام سبعين وفاتر مغجل كل عاجل من باتر وتكون الوجل في الدارين وكل ما يجر للعارين وسل يا علي يا كبير على الذي نبه الخبير سيدنا محمد مع السلام والآل وسبي والإقبال ذا الكلام وابلي العلا وتكبيرا يا باق قد زهز الزبورا إلى سواء وتدم لي الأمان مع رضاي والذف لي زمان ولي بأقياسين المناف بلا تزلزل وقل للأمنا ولي باليقين هب جملة ما أحبه من صالحات تعتما وسل عافز يا مقيت على الذي تحيا به الوقوت سيدنا محمد وسلم والآل وسبي وعظم قلمي بحق داود وحق زمري صفي وكريم يا كريم عمري وصل يا عزيز يا جليل على الذي انقاد لا تجليل من قبل تجيمك والمنتقى والآل والأساب آل ارتغى من قبل تجيمك وهو المنتقى والآل والأساب أهل الارتقى بغافر ذنب واقف فصلت وارمت سورة التي المناجلت وسل يا كريم يا رقيب على الذي اعتلى بي نقيبه سيدنا محمد وسلم وآله وسبي والعلماء بزور الزور في وجع النظام يا من لديه ما أحب من عزام وبزورة دخان لرسول بسارة لو تجر خير رسول وسل يا مجيب ولتسلمي على شفيع شفعاء العالمين سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل بحرمة الجافية المعظمة يا قاهرا له العلا والعظمة
وسل يا واسع يا حكيم على الذي قال له تحكيمه سيدنا محمد وسلم بالآل وسبي ومن قد أسلم بسورة الأحقاف والقتال يا مغني عن جانب الأقتال وسل يا ودود يا مجيد على الذي قال له تمجيد سيدنا محمد وسلم والآل وسبي وقد بعلم بحرمة الفتح واقي الحجرات يا مغنيا عن ألم وسكرات وسل يا باعث بالتسليم على البزير شافي المعلوم سيدنا محمد والآل وسهبه في الحال والمآل بحرمة المجيد وجل خطيب لديك يا شكور خير خدي وسل يا سيد بسلام على الذي تمده أقلامي سيدنا محمد والآل وجابي في الحال والمآل وخذ إلى الماء باقي زاريات خير بزارات تدوم ناميات وسل يا أخذ باقي توري على الذي قد جاء بالمستور سيدنا محمد وسلم والآل والأساب واسم قلمي وجسدي وكلكلي من كل ما لم تده لوعيالي سلم وسل يا وكيل بالسلام على الذي تفضي له أقلامي رسالة وكونه فوق الجميع خلق المصور الذي له الجموع سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل بحرمة النجم وحق القمر يا قائدا إلي خير زمري ولي بأقي وجهك الكريم به لديك بشرا ليس تريم وسل يا قوي يا متين على الذي محت به الفتون بلا رجوع لجنابي أبدا سيدنا الذي به منك بدا ذكر حكيم قطع إلينا وإنه مكرم لدينا شفيعنا محمد وسلم بالآل وسبي وأكرم قلمي وللنبي بسورة الرحمن أوزل سلامك مع الأمان وسل يا ولي يا حميد على الذي قاد له تهميد وزاك أفضل الورى محمد وقد له من قدمة ما يحمد في علي وزبي وسلمي وزده ما يسره من قلمي بحرمة الواقعة المعظمة وحرمة الحديد ذات العظمة وسل يا موسي صلاة تعلو كل سلاجل بسلام اليالو على نبي المتقى المشفعي والآل وتبي وخدمة ربعي ربع قبول همما مني صدر من غير دواني الذي له القدر وظاهري وباطني حسم سرمدا من التلبس بما لم يحمد آمين يا ربي بحرمة الجدال وحرمة القرآن وكفني الجدال ولي من الذي أحصيت ما اقتدت لي يا راضيا أرضيت وتكفني ما الذي يحصي سوى من ضرر وجل هوايا في يواك آمين يا مبدع يا معيد يا من به من له نعود يا من له كتابتي توجهت وخدمتي لديك قبل نويت سلي وسلم سرمدا على الأمين سيدنا محمد من لا يمين والي وزبي وهبلي به صلاح صالحين قبلي وجعلت والي في إلى الله أحب من غيرها يا خير مالك يحب وسرى بها صدور من تعلم شرحا به لا يعتريهم ظلم وسل يا محيي صلاة بسلام
على الذي جاء بأحسن كلام سيدنا محمد والآل وسهب في الحال وفي المآل بحرمة الحشر وحق الامتحان والصف والجماعه دابا حيث حان وسل يا حي الذي ليث يموت على الذي بشرني به المميت سيدنا محمد وسلم في الآل وسب وكل مسلم وبالمنافقون وتغابني وجهازا لخير ما لنا بني وتكفنا جوالب النفاق وهب لنا رضا مع الوفاق يا حي يا قيوم سل أبدا وسلما على الذي الفضل بدا سيدنا محمد والآل وسهبه في الحال والمآل بسورة الطلاق والتهريم زج النبي أرفع تكريمي بسورة الملك وسورة القلم سل بتأليم على الهادي العلم سيدنا محمد والآل وزابي في الآل والمآل يا من كفيت عن الأمور شاق سل بتأليم باقي الحق على نبي ورسول أحمد والآل وسب وعمر أحمد يا قائدني أحسن المخارج صل على ذي سورة المعارج سيدنا محمد مع سلام في الآل والأساب وفين الملام بحق نوح وبحق الجن صل بتعليم على ذي المن سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمآل واحد يا صمد أنت الواجد قادر مقتدر أنت الماجد صل على المزمل المدثر بحرمة المزمل المدثر وسلم عليه في الآل وفي أصحابي في الحال ساوما يفي وتكفنا قبل انتهاء الملام وسيء الأعمال ربي والكلام صلاة ربنا على المقدم مع سلامه على المقدم سيدنا محمد والآل وسهب في الحال وفي المآل أول يا آخر يا مؤخر كونك لي بلا زن أدخر زلي بتلي من على سيدنا محمد حبيبنا مرشدنا والي وسبي في الحال وفي المآل يا مقيم الحال ظاهر يا باطن سلي أبدا وسلما على الذي الفضل بدا سيدنا محمد والآل وسبي في الحال وفي المآل بسورة القيامة المعظمة وسورة الإنسان ذات العظمة والمرسلات وبحق النبئ والنازعات وفادي نبئ يا من لغير ضرك فوحبس سل بتلم بحرمة عبس على نبي المنتقى المطيري محمد الخير الورى المطيري وقل له بسورة التكبير والانفطار زائد التنوير في علي وسبي والتغنني عن بدان بك محيي سنني يا برو يا تواب أنت الوالي والمتعالي المصلح الأحوال سل بتلم على خير الورى يا من به قلب سواه النورى والي وزبي وقل له بسورة المطففين سلو وابلى بالانشقاق والبروج وسورة الطارق مع فاق الورود قبل القيامة وسن كتابه يا واهبا وهبا للكتابة بسورة العلاواق الغاسية صلي صلاة لا تزال نامية مع سلام دائم مبشر على نبي المنتقى المبشر سيدنا محمد والآل وتابي في الحال والمآل
وتكفني يا ربي ما لم تردلي قبل الديان في النبي المفضلي بزارة الفجر وزارة البلد وشمس والليل وحرمة البلد. صل على سيدنا محمد وآله وسلم يا زمد يا من بهنت لغير نغم إلى جنان الخلد يا منتقم. صل وسلم وتبارك سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وسلم وبالضحى بجددا منهجه متضحا بالشرح وتين وزورة علق. صل على فاتح قبل نغلق سيدنا محمد وسلم والآل والأساب وعزم قلمي عفو يا رؤوف وسل أبدا وسلما على الذي سبق بدا سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل بسورة القدر واقل بينه. سل على ندب علاه بينه سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل يا مالك الملك باقي زلزله. سل على من ليقاد النزل بلا تزلزل ولا جول ولا ظلم وقد كفيتني تقولا سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل يا رب ذا الجلال والإكرام. سل بالتهليم وباحترام على نبي ذي المزايا أحمدا والآل وسبي وذاسع أحمدا بالعاديات وبحق القارعة. سل على ذي سبق والمسارع سيدنا محمد يا مقسط والآل وسبي الذين أقسطوا جامع يا غني أنت المغني. سل بتليم على المستغني بك بآلي وجابي الكرام وقل لها بنظم ذا خير مرام وبتكاسر وهق العزر. سل على من جتلي بنصري به بغير عابة ولا كدر وسلما عليه مجري الخدر بآلي وسبي يا مانع يا خير من أرضى وعبد صانع يا من له اسم فاعل من الضرر وقد كفيتني أزاه والغرر. سل بتليم باقي الهمز يا من كفانيها ولفظ لمز على نبي محمد والآل وسبي في الحال والمآل يا معطي النور بلا أفور. سل بتليم بهق الفيل على نبي ورسول أحمد والآل وسبي وأمر أحمد بهق ما أنزلت في قريش من سورة. سل على القريش سيدنا محمد وسلم والآل وسبي وكل سلم من كل ما يسوء أو يضر رحمن يا رحيم أنت البر يا نور يا نافع أنت الهادي يا منهي من قبل إزاج هادي. سل بتلم على خير الورى والآل وسبي وكل نورى ولي في كل شيء نفع مع هداك والتهب لي رفع يا ربنا بسورة المعاني وجل غير ترى الملعاني يا ربنا بباقي الكوزري يمن العاد وجوري كسري يا ربنا وجل غير الكافرين بلا مضرة باقي الكافرون وارث يا بدي وانت الباقي لك الاراضي سبعك اتباقي. سل بتليم على سيدنا محمد حبيبنا مرشدنا والي وسبي وجنوره ذا نزم للخيرات من خير ظروف
وجل بيض نظمك الخيرات جميعها يا مبقي الميرات بسورة النصر وتبت كفا أفرد الحساد والأكفا إلى سوى نوي وبالإخلاص جدلي إلى الجنات بالإخلاص رشيد يا صبور سل بسلام على الذي فهم بأحسن كلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولتكفني باقي سورة الفلق وسورة الناس الأذى يا من خلق واكتب له سلالي بسلام في آلي وسبيل باقي سلام بكل حرف من تلك الحروف بسارة ينمو بها معروف بكل حرف من تلك الحروف بسارة ينمو بها معروف سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.